قصة كفاح شعب مصر. الفصل الثاني، كفاح شعب مصر. توسع إمبراطورية الفرس وأحلام بغزو مصر. في القرن السابع قبل الميلاد تداعت دولة آشور والمعروفة بالعراق حاليا، وكانت إمبراطورية الفرس الوريثة الشرعية لهذه الإمبراطورية المتداعية. بدأ قمبيز يحلم بدخول مصر، فأعد جيشا كبيرا هجم به على مصر، وكانت له الجولة الأولى. وصلت الأنباء إلى الفرس بأن المصريين مصممون على الدفاع والاستماتة، ومصرون على تكبيد الفرس أكبر الخسائر في كل شبر من أرض مصر. فأراد قمبيز أن يلجأ إلى السياسة والخديعة. محاولات قمبيز لخداع المصريين. المحاولة الأولى لخداع المصريين كانت سفينة متجهة إلى منف وعليها مناد. أمر قمبيز بتجهيز سفينة تتجه نحو منف وعليها مناد، ورفع راية فوق صاريها. السبب حتى يطمئن المصريين إليه ويطلب منهم التسليم من غير حرب ومن غير قيد أو شرط. ونتيجة لذلك أخذت هذه السفينة تتنقل من قرية لأخرى، والمصريون يشيعونها بنظرات الحقد والسخرية حتى وصلت إلى منف. لم يلق المصريون بالا إلى السفينة، مما دفع قمبيز إلى إرسال رسالة لهم، وهي المحاولة الثانية لخداع المصريين، وهي رسالة قمبيز للمصريين. أرسل قمبيز رسالة للمصريين وأذاعها رسوله على المصريين، وجاء فيها: أنا قمبيز، لم أكتب إليكم لإرغامكم، فإني أود زيارتكم، لا حرج عليكم إذا أردتم الحضور إلي، أنا الذي سيمنحكم مجدا أكثر مما تتمتعون به الآن، أكتب إليكم هذا وأذيعه عليكم، فإذا استمعتم إليه كان هذا خيرا لكم، وإلا فكونوا مستعدين لملاقاة غضبي الذي سينصب على رؤوسكم، إني سيد الأرض كلها. أثر هذه الرسالة على المصريين لم تضعف عزيمتهم، بل زادتهم حماسة على حماستهم، وأخذ المصريون يتشاورون فيما يفعلون، واستقر رأيهم على رفض طلب التسليم وإرسال رسالة تهديد لقمبيز. نص رسالة المصريين لقمبيز: نكتب إليك أيها الجبان الرعديد قمبيز، لقد تركنا رسولك يذهب بسلام، لا خوفا منك، بل افتخارا بتقاليدنا المجيدة، ولكن إذا آثرتم سخطنا فسوف تعلمون ما نحن فاعلون بكم، وما دامت الأنهار تفيض بمياهها، وما دامت مملكتنا موطدة الدعائم والأركان، فسوف تعلم يا قمبيز ما سيحل بك. المحاولة الثالثة لخداع المصريين، وهي دعوة المصريين لوليمة. بعد عودة رسول قمبيز برسالة المصريين، طلب قمبيز رجاله. قام أحد رجال قمبيز بتحذيره من قتال المصريين، وذلك لأنهم مدربون على الحروب، واقترح عليه إرسال الرسل يطوفون بأنحاء البلاد ويتحدثون باسم فرعون مصر حديثاً معسولاً، يناشدون به الشعب أن يجتمعوا في وليمة بدون سلاح حتى يبعد عنهم فكرة الحرب من تفكيرهم، وعندما يجتمع الناس سيجدون أنفسهم بين يدي سيد آخر صار الأمر بيده، فيستولي عليهم الخوف، وبذلك تخضع البلاد لقمبيز. استمع قمبيز لهذه النصيحة وأرسل رسله يدعون المصريين إلى هذه الوليمة باسم فرعون، وتحجج بأن فرعون سيناقش أموراً خاصة ستحدث، ولم يشأ أن يكتب إلى المصريين بشأنها، وأنه فضل حضورهم بين أنفسهم، ومن يمتنع عن الحضور ستصيبه لعنة الإله وغضبه، وأما من يحضر فستحل عليه نعم الإله وعلى أهل بيته. استجابة الشعب لذلك الأمر، لم ينخدع الشعب المصري بهذه الحيلة، بل علم الشعب أن تلك الوليمة مكيدة من أعدائهم للإيقاع بهم. قتال الفرس. حشد المصريون جيوشهم وقابلوا قمبيز بها، فاتجه بقواته إلى منف وفتحها وغلب أبسماتيك.
أثر ذلك على الشعب لم يلن الشعب ولم يضعف، وإنما استمر يناضل هذا الدخيل ويقاومه. ظن الفرس أن الأمر في مصر قد استتب لهم، وأن مصر أصبحت لقمة سائغة أو فريسة سهلة لهم، ولكن قاوم المصريون مقاومة الأبطال الأحرار وأبوا الركون إلى الهدوء في ظل هذا المستعمر البغيض. قلوبهم نابضة بمجد مصر السابق، وصدورهم تضطرم بنيران الكراهية والحقد لهذا المستعمر. قام المصريون قومة رجل واحد في وجه المستعمر، ثائرين متمردين، حتى حولوا وادي النيل إلى شعلة ملتهبة من الكفاح الشعبي المسلح. والنتيجة كلما عاود قمبيز الزحف على مصر رده الشعب ذليلا مرة بعد أخرى. ظل المصريون سنين طويلة يكافحون إمبراطورية واسعة الأرجاء وهم صامدون كالجبال، ونتيجة لصمودهم طردوا العدو وتحرروا من بطش الفرس، وتبوأ المصريون عرش آبائهم وأجدادهم كراما أعزاء، لم يصبهم يأس ولا ضعف. نهاية الفصل، ونتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق.